تكبيرات في صلاة العيد وأعني بها التكبيرات الزائدة فإن صلاته لا تبطل، لأن هذه التكبيرات سنة، إن أتى بها الإنسان كان أكمل لصلاته وأكثر لثوابه، وإن لم يأتي بها فلا حرج عليه. فإذا تركها نسيانا فإنه يسجد للسهو استحبابا لا وجوبا، لأن القاعدة في سجود السهو أنه يجب لما يبطل الصلاة عمده، يعني الشيء الذي إذا تعمدته بطل صلاتك، فإنك إذا فعلته ناسيا فإنك إذا فعلته ناسيا تسجد له وجوبا. وأما إذا كان لا يبطل الصلاة عمده فإنه لا يجب السجود له. هذه القاعدة، وهذه التكبيرات سنة، لو تركها الإنسان متعمدا فصلاته صحيحة، فإذا تركها نسيانا قلنا يستحب له أن يسجد للسهو. نعم لا بأس، يعني معناها أنه ترك التكبيرات الزائدة في الركعة الثانية دون الأولى ما يضر، كما لو مثل سبح في السجود في السجدة الأولى سبح مثل 3 مرات في الثانية مرة واحدة. نعم.